بخصوص واقع الأغلبية الحكومية، الحكومة اليوم تضع في صلب أولوياتها العمل على تفعيل التوجيهات الملكية بخصوص الدولة الاجتماعية، الوفاء بالالتزامات التي يعني تم تقديمها إبان البرنامج الحكومي بمجلس النواب، وأيضا التفاعل مع السياق والمتطلبات ديالو، خاصة السياق اللي طبع الشهور الماضية واللي كان كيعرف واحد التضخم مستورد وجملة من الإجراءات للوقوف إلى جانب يعني المواطنين ومساعدتهم، خاصة المواطنين اللي كانوا محتاجين لدعم مباشر، وأنا تكلمت عليه غير ما مرة في هاته الندوة الصحفية. هذا هو الحرص، وهذه هي يعني العمل اللي تقوم به الحكومة بشكل دقيق ويومي، هذو هما الأولويات. طبعا ما كاينش شي حكومة كتنجح في ورش كبير بحال الحماية الاجتماعية وهي حكومة غير منسجمة. هذه حكومة منسجمة، وهاد الفرق المشكلة لها هي فرق يعني متناغمة تعمل على إنجاح هذه الأوراش. كيبقى السياقات المختلفة داخل كل حزب، هذه شؤون يعني كتبقى لكل حزب على حدة، لكن المهم هو الانسجام، هو التعاون، هو الانخراط القوي في هادشي اللي تكلمت عليه، التوجيهات الملكية والدولة الاجتماعية والبرنامج الحكومي. وطبعا هذا لا ينفي بأن هناك انفتاح على المعارضة، إن على مستوى المؤسستين البرلمانيتين أو على مستوى اللقاءات بحال اللقاء اللي عمل السيد رئيس الحكومة آنذاك حينما استقبل زعماء الأحزاب المعارضة وشرح لهم كل ما تقوم به هذه الحكومة.